طرحت مسألة فلسفية مهمة جدا وما زالت هي مثار جدل. يقول لك باي احنا في تونس تطبيقها هو انه عدينا 10 سنين تقريبا نتعاركوا سياسة، نعملوا دستور، نعملوا مؤسسات دستورية، نبنيوا في المجال السياسي، نضمنوا حريات، نضمنوا تكوين احزاب وجمعيات الى اخره. كان الشأن السياسي هو اللي عنده الأولوية الكبيرة واهملنا ما سميته انت بالجانب التنموي والجانب الاقتصادي. المسألة الفلسفية هنا اللي تطرح يعني أنا هي الحاملة والرافعة للثاني، هل المسألة الاقتصادية هي الرافعة واللي عندها الأولوية على المسألة الديمقراطية، أو الديمقراطية هي الرافعة للمسألة الاقتصادية؟ حتى أني نستحضر قول لفيلسوف اقتصادي هو مارتن لينستي يقول أنه الرأسمالية هي حاملة أو رافعة الديمقراطية. أنت في تقديرك ترى أن غلطة النخبة السياسية في تلك الفترة هي أن غلبت الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي، وكان الأولى أن تهتم بالجانب الاقتصادي، أم مشيت في مسار صحيح ولكن خذيت المسار السياسي وقت أكثر من اللازم؟ لا، هو المشكلة في المسار السياسي، مسار سياسي وتشعبات وحدة الصراع السياسي، وكان طبيعي. كان طبيعي، لكن كان يفترض نلقوا حلول. مش معناه الصراع السياسي كاد يتحول عنا إلى صراع إيديولوجي وثقافي، كاد يتحول عنا إلى صراع ثقافي على الهوية وعلى الدين والدولة والعلمانية والمحافظة إلى آخره. فما كانش في حدود يعني هذه المواضيع اللي كنت تطرحها سي محمد ما كانتش ممكن تطرح بعد في مرحلة تأسيسية. لا تنطرح وطرحت. لا تنطرح، أما كانت تنطرح بهدوء وبعقل. لا تنطرح وبتنطرح ديما راك وحسمت الدستور في 2014 على الاقل. ايه الدستور حسم، الدستور حسم توفيقي معناها هكا اللي امكن لنا وقتها معناها. لا انا حبيت نقول معناها الديمقراطيه والتنميه، انا اعتقادي الديمقراطيه كما قلت هي مدخل لكل الحداثات الممكنه. ماناش خارج العصر وماناش خارج روح العصر، والانظمه اللي يتحدثوا عليها سي عامر كلها جربت فخربت هي. يعني حتى المقايضات، ثم مقايضات يلوح بها البعض وثابت انها مغشوشه. مقايضات الرخاء مقابل الحريه، خلينا نتنازلوا على الحريه السياسيه، المهم في الرخاء الاقتصادي. مش صحيح، راهو في الاخر اللي يقبل المقايضه هذه يخسر الزوز، يخسر الحريه ويخسر الرخاء الاقتصادي. رغم انه ثم تجارب ناجحه، نحكي على الصين، نحكي على روسيا، نحكي على دول ما تعرفش الديمقراطيه ولكن عندها نسب نمو ذات رقمين. الى حين. يعني ترى انه الديمقراطيه هي شرط لتحقيق النمو الاقتصادي؟ انا اعتقادي من غير ما نبالغ، الحريه هي جوهر الانسان. هي الحريه هي جوهر الانسان ولا يمكن مقايضتها باي شيء. ثمش بديل على الحريه؟ الحريه نفسها، وهي مدخل. يعني في نهايه الامر إذا اتفقنا أن الاستبداد مفسدة، ومفسدة لكل المجالات، يعني مفسدة لمعيش الناس لاقتصادهم. يا أخي في نهاية الأمر بن علي مش كان نظام استبدادي ولا عملنا بنوع من الرخاء الاقتصادي في فترة ما والاستقرار بإجراءات ظرفية تاريخية معروفة، بشوي خوصة وبشوي بقايا مشروع الإصلاح الهيكلي اللي عمله رشيد صفر إلى آخره. هي فترة الرخاء استنفذت نفسها، ومن 2010 ولا قلت 2010 عفوا من 2000-2001 بديت مرحلة بن علي في الانحدار. نعم، باش تسقط في 2000. يعني حتى بن علي هذا اللي تو ياخذنا الحنين له ربما لسوء الواقع ولرداءة الواقع جربناه وسقط. يا اخي ما خرج التوانسة وسقطوا. فمعناها المقايضة هذه مقايضة مغشوشة. انا نقول لك الديمقراطية أولا، الديمقراطية أخيرا، لكن الديمقراطية أنا الديمقراطية مش الديمقراطية الشكلية، مش ديمقراطية اللي هي مجرد آلية لتقاسم النفوذ بين النخب السياسية. لا، الديمقراطية اللي عندها مضمون، الديمقراطية اللي عندها مضمون وهي مضمونها أساسا خلق الثروة، ويعني الحوكمة الاقتصاد، خلق الثروة وتوزيعها. يعني في نهايه والثوره على فكره احنا ربما نسيتها، الثوره راهي كانت مطالبها واضحه، تجمع عملت التمفر، جمع بين السياسي والتنموي، عملت يقول لك شغل حريه كرامه وطنيه واضحه معناها الحريه معناها واضح، والكرامه الوطنيه نفسها ما تنجمش تحكي على كرامه وطنيه بدون احترام حقوق الناس، بدون حريات عامه وفرديه، بدون ان يكون المواطن مواطن مش مجرد رعيه. فأنا يبدو لي ما ماهيش هذا أو ذاك. لا، احنا مع الديمقراطية لأنها مدخل لحرية الإنسان، لتشغيله، لتنميته، لكرامته. معناها الحرية اللي عندها الديمقراطية اللي عندها مضمون اجتماعي. وكعلاش أنا معناها
نتحدث على مبادرة معناها صدرت في أوساط الديمقراطية الاجتماعية. أنا هل التوجه الديمقراطي الاجتماعي نشوف يشابه البارشة توانسة، بل يشابه الأغلب التوانسة، اللي يحلموا به أغلب التوانسة هو هذا معناه. هو حريات سياسية ديمقراطية بمفرداتها المعروفة، لكن ما تبقاش لعبة شكلية أو معناها لعبة فقط معناها صورية مشهدية. ما تتذكر أنا قلت لك من المصائب اللي انتهينا لها في الانتقال الديمقراطي في 24 تذكرت المشهد ومشهدية سيئة معناها. المواطن العادي كيف يفتح التلفزة ما يحسش عنده علاقة بالبرلمان، ما يحسش ان الناس هوك يمثلوه ولا يدافعوا له على مصالحه ولا حاسين بوجيعته، ما يحسهاش احقاق الحق. مانيش باش ننكروا معناها، انا نفسي كسياسي كنت نقول شنو المشهد هذا، شي يمثل المشهد هذا، فاش يعني توانسة؟ هل قادر يخلق معناها شيء من التفاؤل عنده توانسة، ولا يحبط فيهم وهم مش نابطين احباط؟ فالديمقراطية هذه زادة من الدروس المستفادة. احنا كان نخرج غرب الدرس هذا يسمى معناها حتى كليناها الطريحة هذه مثلش. أما كله خرجنا بدرس أساسي هو أن الديمقراطية إذا ما تنعكسش معناها على حسن معيش الناس يعني صح، رأي تبقى بلعبة شكلية وصورية ورأي ما تعنيش عموما.